ومين فينا ما مرش بتجربة إن البيشنت يفقد الوعي عنده في العيادة؟ لو ده حصل، تعالوا نعرف مع بعض إيه سببه وإزاي بنتعامل معاه. فقدان الوعي أو السينكوب دي يعتبر حالة مؤقتة بتحصل بشكل مفاجئ للبيشنت عندنا في العيادة، وده بيكون بسبب حاجة بنسميها السيريبرال إسكيميا. إيه هي السيريبرال إسكيميا؟ هقولك والله الموضوع يطول شرحه، بس ملخص الكلام إن القلب ما عادش قادر يوصل الدم لجميع أعضاء الجسم بشكل متكافئ، وده بيكون بسبب الاسترس، ان البيشنت عنده ستريس كبير، مقلق، خايف، بيخاف من دكاتره الاسنان، جالك نتيجه ستريس عالي، نتيجه امور كتير قوي، هيحصل ان الفينس ريتيرن اللي بيروح للقلب قل قوي، فنتيجه ده الدم اللي بيوصل للقلب قل، فنتيجه ده القلب ما عادش هيقدر يوصل الدم لجميع اعضاء الجسم بشكل متكافئ، الدم هيروح للاماكن اللي ماشيه مع الجرافيتي، اما بالنسبه للاماكن اللي فوق القلب اللي هي ضد الجرافيتي او عكس الجرافيتي، ده هيوصل لها الدم بشكل قليل. طب مين اشهر الاماكن اللي موجوده فوق القلب؟ حاجه شبه البرين. البرين اللي مسؤول عن ايه؟ اللي مسؤول عن الوعي. فتخيل معايا ان البرين ما عادش بيوصل له الدم بشكل كبير، فساعتها الوعي سيتم فقده، ودي يعتبر الميكانيزم بتاعت السينكوب بشكل سريع جدا جدا جدا. طب دلوقتي انت عرفت السبب، البيشنت اللي هيجيله سينكوب او هيحصل له فقدان للوعي انت بتعرفه ازاي؟ هقول لك والله بيكون في اعراض سريعه كده بتحصل قبل فقدان الوعي، ان البيشنت بدا يكون عنده ديزنس، بدا يكون عنده غثيان، في نفس الوقت تلاقي ان هو بدا ايه يدوخ منك، في نفس الوقت هتلاقي بدا يعرق، وفي نفس الوقت هتلاقي ان السكن بتاعه بدا يكون شاحب. فدي يعتبر اعراض اول ما تشوفها تعرف على طول ان البيشنت ده هيحصل له الوقت فقدان للوعي. هتلاقي مره واحده ان البلاد بريشر بدا يقل. طب السينكوب ده الاونست بتاعته صدم بشكل مفاجئ مره واحده، اما بالنسبه للديوريشن 5 او 10 دقائق ماكسيمم نص ساعه، بس طبعا ده قليل جدا جدا لما بيحصل. بس تخيل معايا دلوقتي انت بيشنت عندك في العياده حصل له فقدان للوعي، انت هتتعامل ازاي؟ اول حاجه هتعملها ان انت هتسيب كل اللي انت بتعمله، هتسيب شغلك خالص، وهتقوم مخلي البيشنت في وضعيه السوباين بوزيشن، هتنيم اليونت، هتخلي ان مستوى الهيد تحت المستوى بتاع الهارت، بحيث ان هتخلي الوقت الهيد يوصل لها البلد بشكل اعلى، فبالتالي البرين هيوصل له تغذيه، فبالتالي البيشنت هيبتدي يستعيد الوعي مره اخرى. دي يعتبر نقطه مهمه جدا جدا جدا. يبقى اول حاجه هتخلي مستوى الهيد تحت مستوى القلب، ده رقم واحد. رقم اتنين، هتحاول توفر للبيشنت تهويه كويسه، مش هنعمل زي ناس كتير بيقعدوا يتلموا حوالين البيشنت. التهوية هتوصله ازاي؟ فالرقم اتنين ان انت هتوفر له تهوية كويسة بكل الطرق الممكنة، ده رقم اتنين. طب رقم تلاتة، انت حاول تقعد تتكلم مع البيشنت، يا محمد انت عامل ايه؟ ازيك يا محمد؟ تقعد تكلمه، دي نقطة مهمة جدا جدا. في نفس الوقت لو لقيت ان البيشنت ما بيستجيبش معاك، حاول تعمل له اي فيزيكال ستيمولاي، تقرصه، تضغط على المنطقة بتاعت باروت الجلاند هنا عند منطقة الانجلو في المندبل، تحاول تعمل اي فيزيكال ستيمولاي بحيث ان انت تحفز البرين بتاعه فبتدي البيشنت يستجيب ليك. فدي يعتبر طرق كتير جدا لازم تتبعها. طب افرض ان انت عملت كل الطرق دي والبيشنت لسه ما استجابش، هنا بتعرف ان البيشنت ممكن ما يكونش السبب هو موضوع الاسترس او السيريبرال اسكيميا اللي احنا اتفقنا عليها، ممكن يكون غيبوبه سكر. والناس اللي دارسه ميديسين كويس او اللي دارسين اسعافات اوليه عارفين ازاي بتتعامل مع مريض السكر اللي حصل له غيبوبه، هتقوم مديله شويه جلوكوز بحيث ان انت بترفع نسبه السكر عنده في الدم، فبالتالي يبتدي يستعيد الوعي مره اخرى. فدي يعتبر حاجات لازم تكون عارفها، لازم تكون فاهم كل الامور دي، عشان لو بيشنت فقد الوعي عندك في العياده لازم تلحق الموقف. وطبعا لو لقيت ان الموضوع بدا يتأزم كلم الاسعاف بحيث ان هي تيجي تلحق الموقف، ودي يعتبر كومبليكيشن النهارده. اشوفكم ان شاء الله مع كومبليكيشن تانية. سلام.